أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا. نستأنف الآن دراستنا للكتاب المقدس من الأسبوع الماضي. نقرأ هناك: وفيما هو مجتاز رأى لاوية بن حلفة جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني، فقام وتبعه. نلاحظ أن يسوع قد قال اتبعني ببساطة وإن هذا الرجل يطيعه. هذا يظهر التصرف اللائق للشخص الذي يريد أن يكون مطيعا لله. عندما ينادي الله فإننا نأتي ونطيع. أيضا يظهر هذا بأن يسوع دقيق وحكيم. يسوع ينادي، يقرر من سينادي وينادي الشخص الذي سيتبعه. نرى الاستجابة الآنية والحالية لجاب الضرائب له. لم نقرأ إنه قد عذراء أو إنه حاول أن يؤخر أتباع يسوع. يناديه يسوع ويترك لاوي طاولة العمل خلفه ويتبع الرب يسوع. في إنجيل لوقا الأصحاح 14 يعطي تصويرا لشخص معاكس. نرى إنسانا لا تريد الإطاعة وتضع الحجج، أي عكس ما فعله لاوي. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 14 بداية الآية 16: